السلام عليكم. تفتيش، مداهمات، اعتقالات، تخوف وترقب، هذه باختصار مشاهدينا عناوين المرحلة الجديدة التي دخلتها فرنسا، وكل هذا في إطار حالة الطوارئ المعلنة منذ يومين. كيف حال جاليتنا المغاربية في مثل هذه الظروف الصعبة؟ وماذا فعلت سفارات هذه الأقليات المسلمة في باريس للحيلولة دون إلحاق الأذى والضرر بها؟ وما دور الأئمة والدعاة والنخبة وسط خطاب الحقد والكراهية الذي يتولاه اليمين المتطرف منذ هجومات باريس وقبلها أيضا؟ وهذا كله يصب في إطار الإسلاموفوبيا. أعلن وزير الداخلية الفرنسي وفي إطار حالة الطوارئ المعلنة بعد هجمات باريس أن السلطات الأمنية اعتقلت 23 شخصا وصادرت أسلحة بينها قاذفات صواريخ. في غضون ذلك، كشفت مصادر قريبة من التحقيقات أن مدبر الهجمات بلجيكي موجود في سوريا، في حين حددت الشرطة الفرنسية هوية 5 من منفذي هجمات الجمعة الدامية. وجدد وزير الداخلية الفرنسي بيرنار كازانوف موقف حكومته من أن الحرب ضد الإرهاب ستكون بلا هوادة لمواجهة ما سماها الوحشية والبربرية. كما كشف كازانوف عن طرد 34 شخصا وإسقاط جنسيات 6 أشخاص من المحرضين على الإرهاب وفرض الإقامة الجبرية على 104 أشخاص. وأوضح الوزير الفرنسي أن قوات الأمن نفذت 168 عملية مداهمة الليلة الماضية في 19 منطقة بأنحاء فرنسا. أسفرت أيضا عن ضبط 31 قطعة سلاح ومصادرة أجهزة حاسوب وهواتف جوالة. وفي تأكيد على استمرار النهج الأمني المتشدد، قال كازانوف: ليكن ذلك واضحا للجميع، هذه مجرد بداية والإجراءات ستستمر. مع تحذير رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس من أن الإرهاب قد يضرب فرنسا مجددا في الأيام أو الأسابيع المقبلة. في بلجيكا، ذكرت الإذاعة أن الشرطة اعتقلت شخصا خلال مداهمة في ضاحية مولينبيك ببروكسل، لكنه لم يكن صلاح عبد السلام المطلوب في الهجمات الأخيرة لباريس. في سياق متصل، نقلت وكالة رويترز عن مصدر قريب من التحقيق الفرنسي في الهجمات الأخيرة أن أصابع الاتهام تتجه إلى بلجيكي موجود حاليا في سوريا بأنه مدبر الهجمات ويدعى عبد الحميد أبا عود. أما وزير العدل الألماني هيكو ماس فقال إن العثور على جواز سفر سوري قرب أحد المواقع التي تعرضت للاعتداء في باريس يمكن أن يكون بمثابة تضليل اعتمده المهاجمون. في موضوع متصل بالتحقيقات، كشف مسؤول تركي كبير أن أنقرة حذرت فرنسا مرتين على مدار العام الماضي بشأن أحد منفذي هجمات باريس الأخيرة، إلا أنها لم تتلقى أي رد. وأضاف المسؤول أن تركيا لم تتلقى طلبا من فرنسا للحصول على معلومات عن إسماعيل عمر مصفاي إلا بعد هجمات يوم الجمعة. وتابع أن مصفاي دخل تركيا في العام 13 بعد 2000، لكن لا يوجد سجل لمغادرته. وعمر مصطفاي 29 عاما هو المهاجم الوحيد الذي أعلنت السلطة الفرنسية اسمه رسميا، وهو من ضاحية جنوب غربي باريس، وتم تحديد هويته استنادا إلى بصمة أحد أصابعه بعدما فجر حزامه الناسف. أرحب بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وللذين التحقوا بنا اللحظة فنحن الآن في الجزء الرابع من تغطيتنا الخاصة والمفتوحة والمباشرة حول أحداث فرنسا، بالتركيز اليوم على جاليتنا المغاربية في باريس وضواحيها. أرحب مشاهدينا الكرام بانضمام فاطمة محمدي وهي كاتبة وصحفية من باريس. فاطمة، ضعينا في صورة الأحداث اليوم، فرنسا، كيف هي باريس اليوم؟ ما هي أخبار الجالية؟ ماذا عن هذه المداهمات التي قيل بأن قوات الأمن تقوم بها من بيت إلى بيت بحثا عن بعض المشبوهين؟ مساء الخير عثمان. إذا مدينة باريس أصبحت حزينة وحزينة جدا بسبب الأحداث الأخيرة. هناك تحركات دبلوماسية واسعة على جميع الأصعدة. أما الجالية فهي نوعا ما لم تعد تخاف مثل ما كان قبل، لأن اللهجة تغيرت في وسائل الإعلام، تغيرت بأن لا يكون هناك تعميم، فالشعب الفرنسي أصبح يعي بأن هناك فرق بين العربي أو المسلم العادي الذي يذهب إلى العمل مثله كمثل أي فرنسي ويدفع مثلا ضرائب إلى غير ذلك. على الصعيد الدبلوماسي، في خطاب ألقاه أمام البرلمان الفرنسي بقصر فرساي اليوم، الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند طلب من أو تمديد حالة الطوارئ. ولنذكر عثمان بأن حالة الطوارئ لم تعلن عنها فرنسا منذ الحرب على الجزائر في خمسينيات القرن الماضي. إذن تمت
تمديد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، ودعا أولاند أيضا لتعديل الدستور، وطلب كل النواب بأن يصوتوا لذلك ضد ما أسماه الإرهاب الحربي. من جهة ثانية دعا هولاند الفرنسيين إلى الوحدة والصمود، ويقصد الوحدة بالوحدة عفوا مثل بقية الصحفيين في كافة وسائل الإعلام الفرنسية، بأن لا يكون هناك شرخ بين أطياف المجتمع الفرنسي أي الجاليات العربية المسلمة وغيرها، الصمود في وجه ما أسماه الإرهاب. ولكن يا فاطمة، أخت فاطمة، نعم، كثيرون نعم. لاموا فرانسوا أولاند في كلمته الأولى عند بدء الهجوم، وقالوا أنه لماذا لم يتحدث عن الجالية العربية، الجالية المسلمة المغاربية عموما في باريس وضواحيها، كان عليها أن يأخذ بخاطرها ويزرع الأمن والاستقرار، وأن لا شيء قد يلحق بها كأذى. وقالوا لماذا فقط قال أن فرنسا حزينة ولكنها ستخرج من هذا الحدث قوية، لماذا لم يشر إلى الجالية؟ أظن أن أولاند تكلم عن الشعب الفرنسي بصفة عامة وفي حالة مثل هذه، لنذكر أن من بين 132 ضحية هناك عرب ومسلمون سقطوا في قاعة الحفلات باتاكلون وكذلك في بقية المواقع، يعني هناك 6 مواقع وقعت بها تفجيرات. ولا أظن أن هولاند كان يقصد أنه تغاضى أو يعني نسي الجالية، بل الجالية هي جزء من المجتمع الفرنسي. هناك نقطة مهمة جدا يجب الإشارة إليها، أن الجاليات العربية والمسلمة عليها هي أيضا أن تقوم بنوع من الصحوة، إن صح التعبير، لكي تبرهن للعالم الآخر يعني لغير المسلمين بأننا شعب مثلا قادر على أن نكون في مناصب مهمة، وهو ما يحدث. يعني هناك من تجدهم من العرب مثلا في مناصب مهمة جدا حتى في وزارات مهمة، ولكن ليس هناك فقط مجرد يعني فئة قليلة من الأشخاص أو من يعني ما يسموه بالخارجين عن القانون. طيب فاطمة، بعض الجرائد الجزائرية تحديدا، البعض قالوا ما نشرته اليوم هو تهويل وتخويف ونشر الرعب في وسط الجالية الجزائرية، قالوا ستبدأ حرب شوارع قريبا في باريس وضواحيها بين اليمين المتطرف وأبناء الجالية المسلمة. ما قالته الصحف، لكي أكون صريحة معك، الصحف الجزائرية ليست على أرض الواقع ولا يمكنها أن تقول ما قالته، فأنا أعيش على التراب الفرنسي وأرى بأم عيني ما يجري. يعني كل الشعب الفرنسي يعني أحس بنوع من الحزن، لأن لا 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 أظن أن هناك حرب شوارع ستقوم بين الجاليات المسلمة واليمين المتطرف، من غير المعقول. لا ننسى بأن هناك لوبيات متمكنة في البرلمان الفرنسي ولن تدع مجالا لليمين المتطرف بأن يقوم بهذه الأفعال، من هذا من رابع المستحيلات. طيب، أنا أشكر جزيل الشكر فاطمة محمدي، كاتبة وصحافية، كنت معنا من باريس، وفعلا حتى في الصباح كان معي بعض الضيوف وقالوا هذا تهويل من قبل بعض الجرائد الجزائرية، ليس هنالك حرب شوارع وليس هنالك مداهمات بهذا الوصف الذي وصلت إليه أو كتبته الجرائد الجزائرية، بعض الجرائد الجزائرية. الآن مشاهدينا الكرام، أرحب بانضمام الشيخ الداعية والباحث في الثقافة الإسلامية عامر خطاب من سوريا. عامر خطاب، كيف هو أثر هذه الأحداث، الهجومات التي طالت باريس على الثورة في سوريا؟ نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحقيقة أن الإرهاب الذي استهدف الفرنسيين هو ذاته الإرهاب الذي يستهدف الشعب السوري من عام 2011 وحتى اليوم. نعم. يعني بمجرد وقوف الدول المناصرة للحرية والعدالة مع الشعب السوري، ومنها أيضا يعني فرنسا عندما وقفوا وأعلنوا موقفهم مع الشعب السوري في قضيته العادلة، انبرى المفتي الرسمي أحمد حسون ووزير الخارجية وليد المعلم يهددون العالم بالانتحاريين ونقل هذه المعركة إلى بلادهم وإلى أراضيهم، حتى أن وليد المعلم قال سوف نمسح أوروبا من الخارطة. ولذلك فإن كافة قوى الثورة السورية من الجيش الحر والفصائل الإسلامية
كان بيانهم واضحا في إدانة هذه الأعمال وأنها أعمال إجرامية لا يمكن أبدا أن تعبر عن أحد من الشعب السوري ولا من المسلمين على وجه المعمورة. دعنا أستاذ عامر، يا أستاذ عامر، أستاذ عامر، دعنا نضع خطا أمام ما قلته الآن وهو مهم جدا بالنسبة لنا وبالنسبة للجميع. بيان قلت وقعته الكثير من القيادات والمجموعات المسلحة في سوريا تتبرأ ممن قاموا بهذا العمل ووصفوه بالفعل الوحش، هكذا؟ نعم، الفصائل الإسلامية من جيش الإسلام وأحرار الشام وفيلق الشام وفصائل الجيش الحر على العموم، أيوة، التي سمت نفسها بهذه الأسماء فقط من أجل التنظيم ومن أجل يعني أن تكون فصائل متماسكة، لكن هدفها هو واحدا، تسعى لخلاص الشعب السوري من الظلم الذي وقع عليه ومن هذه الحرب التي فرضت عليه. لذلك هذه الفصائل كان بيانها بالأمس واضحا ببراءتها من هذه الأعمال وأنها لا يمكن أبدا أن تقبل بها، وهي لا تعبر عن المسلمين ولا تعبر عن الشعب السوري. كما أصدر المجلس الإسلامي السوري أيضا وهو الذي يضم كل الهيئات الإسلامية في سوريا، أصدر بيانا واضحا يعزي فيه الشعب الفرنسي ويدين هذه الأعمال الإجرامية ويعتبرها بعيدة كل البعد عن الشريعة الإسلامية وعن أهداف الشعب السوري. الشعب السوري عندما انطلقت هذه الثورة انطلقت من أجل حريته وكرامته وعدالته وليس من أجل الاعتداء على بلاد الآخرين. ولذلك فالموقف ينبغي أن يكون من جميع الأحرار في العالم بمزيد دعم للشعب السوري، لأن الدول التي وقفت إلى جانب الشعب السوري والدول التي فتحت أبوابها للشعب السوري هي مستهدفة من كل عدو للشعب السوري. طيب يا أستاذ عامر، ماذا عن هؤلاء الذين نفذوا هذا الهجوم؟ عبر بيانهم يفهم بأنهم انتصروا لضحايا الثورة السورية، كأنهم يريدون نقل الثورة السورية من سوريا إلى فرنسا. هؤلاء الذين قاموا بهذا العمل في فرنسا هم ذاتهم الذين يفجرون المساجد في سوريا في كل يوم في رمضان عندما كان الناس صائمون في أريحة، أقدموا على تفجير مسجدا بمن فيه، وفي باب الهوى قاموا بتفجير المشفى، وفي كل يوم يفجرون المساجد ويفجرون الأسواق ويحكمون على الناس بالردة. الحقيقة أن هذه الظاهرة الداعشية عندما نريد أن نقوم بدراستها فعلينا أن ندرس عدة محطات في التاريخ الإسلامي. علينا أن ندرس الخوارج، حيث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وفصل عن خروج فئة من المسلمين يتلون كتاب الله يحسبون أنه لهم وهو عليهم، كلما خرج قرن قطع قالها 20 مرة، وهذا عندما رددها 20 مرة حتى يؤكد أن هؤلاء سوف يستمرون، قالها 20 مرة حتى يخرج في عراضهم الدجال. ثانيا، علينا أن ندرس محطة ثانية في التاريخ وهي تنظيم القاعدة وما كان يعني له من أعمال وما جرت على العالم الإسلامي. ثم علينا أن ندرس تاريخ الدولة الإسلامية في العراق حتى نصل إلى هذه الظاهرة الداعشية. النفط السوري يباع للنظام، المحصول الذي قاموا بجمعه على أساس أنه يعني الزكاة باع للنظام. كل الشباب في المناطق التي يسيطرون عليها هاجروا إلى خارج البلاد خوفا من أن يحكم عليهم بالردة ويقتلون. حكموا على كل الثوار والفصائل بالردة، وحكموا على كل الشرفاء في العالم وليس فقط في سوريا بالردة. هم ذاتهم الذين فجروا في الكويت، والذين فجروا في الدمام، والذين فجروا في السعودية، والذين يثيرون الشغب في كل مكان في العالم. لا يمكن أن يكون هؤلاء الممثلون للشعب السوري الذي طالب بحريته وعدالته وطالب برفع الظلم والحيف عن نفسه، والتمدد الذي حصل من العراق إلى سوريا يعني حالة طبيعية في ظل الانفلات الأمني والظروف التي عاشها الشعب السوري في حرب كثرت فيها الميليشيات، وجاء الإيرانيون وجاء الروس وجاء اللبنانيون. ففي ظل هذا الانفلات وعدم وقوف الدول مع الشعب السوري، من الطبيعي أن تتشكل مثل هذه الفصائل وأن تدعي أنها تمثل جزء من الشعب السوري، وهم من كل البلدان وليسوا من الشعب السوري، ثم يقومون بهذه الأعمال في كل مكان.
طيب الآن سؤال أخير شيخ عامر، كيف ترون المرحلة المقبلة في سوريا، خاصة أن الغرب الآن يريد أن يصوب هذه الصواريخ وحربها بصفة عامة ضد تنظيم الدولة أو تنظيم داعش خصيصا وليس بشار الأسد؟ لا يمكن أن يقف الإرهاب في العالم، ولا يمكن أن يقف هذا التفجير إلا بالقضاء على منبع الإرهاب الأساسي، وهو خلاص الشعب السوري من النظام الذي له المصلحة بوجود هذه التنظيمات ليسوق الثورة على أنها ثورة على أنها إرهابيين. الخلاص وتكاتف العالم في سبيل خلاص الشعب السوري من النظام ومن التنظيم هو الذي يعيد اللاجئين إلى بلادهم، هو الذي يعيد الاستقرار إلى المنطقة، هو الذي يعيد الأمور إلى مسارها الصحيح. شكرا جزيلا لك شيخ عامر خطاب، الداعية والباحث الثقافة الإسلامية، كنت معنا من سوريا، مشكورا. مشاهدينا الكرام، حديث مصحوب بالتخوف، بالتشكك، بالترقب الشديد، هذا هو هذه أبرز العناوين التي تطالع بها الصحف من فرنسا وغير فرنسا حول الجالية المغاربية الجزائرية التونسية الموريتانية الليبية حول المغربية حول ما يحدث في فرنسا. نتابع هذا التقرير الذي يقف على ما تعانيه الجالية المسلمة في فرنسا. بعد مضي يومين على اعتداءات باريس التي أوقعت 132 قتيلا ومئات الجرحى وبداية حالة الطوارئ العامة في البلاد، أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازانوف الأحد أن الحكومة ستبحث في جلستها المقبلة قرارا بحل ما سمته مساجد متطرفة. وقال كازانوف عبر قناة فرنسا التلفزيونية الثانية إن حالة الطوارئ هي أن نتمكن بطريقة حازمة وصارمة من أن نطرد من البلد أولئك الذين يدعون للكراهية في فرنسا، سواء كانوا منخرطين فعلا أو نشتبه في أنهم منخرطون في أعمال ذات طابع إرهابي. وأضاف أننا بدأنا أخذ إجراءات بهذا الصدد، وسيجري نقاش في مجلس الوزراء بشأن حل المساجد التي يبث فيها الدعاة الكراهية أو يحظون عليها. كل هذا يجب أن يطبق بأكبر حزم. الوزير ذكر أن الحكومة أقرت زيادة كبيرة جدا في إمكانات أجهزة الاستخبارات حتى قبل اعتداءات الجمعة، ولا سيما مع توفير 1500 وظيفة وتخصيص 23 مليون يورو وتوسيع صلاحيات هذه الأجهزة. وأضاف: هل في إطار الحرب التي نعيشها يجب أن نمضي أبعد من هذا؟ الجواب أعطاه الرئيس ورئيس الوزراء: نعم يجب ذلك، حالة الطوارئ تتيح لنا ذلك، اعتقالات، فرض الإقامة الجبرية، مداهمات، هذه الوسائل سيتم اللجوء إليها بالكامل. إلى ذلك أكد عبد الله زكري رئيس المرصد الفرنسي لمناهضة الإسلاموفوبيا ومستشار مسجد باريس أن الجالية المسلمة في فرنسا تعيش حالة من الذعر خوفا من انتقام الفرنسيين، خاصة في ظل الخطابات التحريضية العدائية التي يبثها اليمين المتطرف. الجالية المسلمة في فرنسا تعيش على أعصابها، أضاف زكري، رغم حالة الهدوء التي تسود فرنسا الآن بعد التفجيرات الدامية، لأن الفرنسيين مهتمون بموتاهم وجرحاهم. ولكن ماذا بعد؟ تساءل زكري. أئمة ودعاة آخرون دعوا الأحزاب الفرنسية للحديث مع الفرنسيين ودعوتهم للتعقل وعدم الخلط بين الإرهاب والمسلمين. تجدر الإشارة إلى أن المرصد الوطني لمناهضة الإسلاموفوبيا في فرنسا سبق أن أشار لارتفاع نسبة الاعتداءات والتهديدات تجاه المسلمين، وإن التصرفات غير المسؤولة من بعض السياسيين الفرنسيين قبيل الانتخابات أججت الكره والعداء تجاه المسلمين، خاصة بعد الهجوم الإرهابي على المجلة الساخرة تشارلي إبدو في يناير الماضي. أرحب مشاهدينا الكرام بانضمام الدكتور عبد الرزاق قسوم رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. دكتور عبد الرزاق، لم تمضي شهور عدة على حادثة تشارلي إبدو حتى ابتلينا مرة أخرى وابتليت بصفة خاصة الجالية المسلمة المقيمة في باريس بهذه الحادثة، بهذا الهجوم الدامي، صفه كما تريد، كيف ترى هذه المسألة؟ أولا ينبغي أن نعلم بأن ما حدث من أحداث دامية مؤلمة حقيقة في فرنسا، نعم، هو يعني مثله نسمع به في كل مكان وخاصة في العالم العربي الإسلامي. لكن ما يتعجب له الإنسان هو أن المكيال بمكيالين بالنسبة للتعامل مع الضحايا ومع الدماء ومع القتلى ومع الأحداث. فالذي نلاحظه نحن طبعا بكل يعني إطلاقية ندين أي عمل يذهب ضحيته ضحايا أي كان جنسهم أو لغتهم أو ثقافتهم.
لكن نحب أيضا أن يكون نوع من العدل في التعامل مع ما يسمونه بالإرهاب بإبانته في كل مكان وفي كل زمان وضد أي إنسان. لكن ما نلاحظه هو أن عندما وقع الاعتداء على المجلة الساخرة التي هي كانت البادئ بالاعتداء المعنوي على المسلمين، كانت هناك حملة يعني تضامنية مست كل الطوائف بما في ذلك الدول الإسلامية. نعم. وعندما وقعت أيضا هذه الأحداث هذه الأيام أيضا نحن أذلنا وندينها طبعا، ولكن أيضا نلاحظ هذا النوع من التضامن المطلق وهو شيء جيد. إنما ما نلاحظه أيضا هو أنه وقع قبل هذا أحداث في لبنان، وقعت أحداث في مصر، وقعت أحداث في ليبيا، وقعت أحداث في كل مكان، لا أحد تحدث عنها ولا أحد أشار إليها ولا أحد تألم لها. فبأي مقياس أو بأي ميزان أو بأي مكيال يمكن الحديث عن هذا الموضوع؟ ولكن يا دكتور عبد الرزاق، هناك من يقول بأن قضايانا قضايا مقدسة ذات قيمة كبيرة جدا، لكن ليس لدينا المحامي القوي الفاعل الذي باستطاعته أن يقنع الغرب بها. نعم، هذا صحيح، لأنني أنا دائما عندي مقولة أقولها، وهو أننا نحن أسوأ محامين عن أعدل قضية. نحن لدينا قضية عادلة كما تفضلت، ولكن سوء حالنا وسوء لساننا وسوء لغتنا وسوء منهجنا وسوء أسلوبنا هو الذي يشوه أحيانا منطقة الدفاع عن قضيتنا، ويقدمنا على أننا معتدين في الوقت الذي نكون فيه ضحايا ومعتدى علينا. طيب يا دكتور، ماذا عن الذين يقولون ما فيش داعي لكن البعض في الشام وفي الشرق الأوسط ومناطق أخرى يقولوا يا جماعة يجب أن نستنكر وأن ندين بشدة هذا العمل الذي وصفوه بالعمل الإجرامي، ولا يمكن أن نستدرك نقول ولكن لابد على الغرب أن ينتبه لما يحدث في العراق وسوريا. أولا يجب أن تجذب وتندد وتبرئ المسلمين من هذا العمل. نحن طبعا كما قلت وأعيد، أيوة، أننا ندين أي عمل سواء هنا أو هناك. نحن ضد الضحايا، ضد سفك الدماء، ضد القتل، ضد الاغتيال، ضد أي أنواع التفجير التي وقعت في أي مكان. طبعا هذا تحصيل حاصل، لكن لماذا كلما يقع شيء حتى قبل أن يعلن عن فاعليه أو عن يثبت التحقيق ذلك تشار أصابع الاتهام إلى المسلمين وإلى الإسلام؟ هذه أولا. ثانيا، لماذا يقع الانتقام من المسلمين المسالمين الذين لا ناقة لهم ولا جمل فيما يحدث؟ ثم لماذا يقع الاعتداء على المساجد والمساجد بيوت الله الآمنة المغلقة التي لا علاقة لها بما يحدث في معظم الأحيان؟ فلماذا يعني لا نعمل بعدل بإنصاف بإنسانية حتى نميز بين الخبيث والطيب، بين المعتدي والمعتدى عليه، بين الفاعل والمفعول به؟ طيب يا دكتور عبد الرزاق، ما دور الأئمة والموجهين والدعاة إبان هذا أو في غدات انتشار نداء اليمين المتطرف في فرنسا بأن يلقون القبض على كل متشدد التضييق على المساجد، على الحريات، على المراكز وما إلى ذلك؟ أولا، نحن كما نعلم نحن مسلمون دعاة سلم ودعاة أمن ودعاة أمان. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، فمن عفا وأصلح فعفى على الله. ولذلك الخطاب الإسلامي المسجدي بالخصوص ينبغي أن يتمثل في تهدئة الأعصاب، في بث المحبة، في بث الأخوة وبث التسامح، حتى نفوت على بعض الصائدين في الماء العاكر، ونفوت عليهم هذا النوع من العدوانية على الأبرياء الذي لا 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 إثم لهم ولا ذنب لهم فيما يحدث في هذا الشيء. وهنا نؤكد بأن هذا اليمين، الخطاب الاستئصالي، الخطاب العدواني، ينبغي أن يقابل بخطاب هادي متسامح طبيعته إسلامية ويعني منهجه أو مضمونه إنساني. لذلك نحن نقول بأن حتى وإن وقع الخطاب الاستفزازي العدواني، فإنه على الأئمة في المساجد وعلى الجالية المسلمة أن تحتفظ بأعصابها.
وتحتفظ بهدوئها حتى لا تكون منفعلة مع المنفعلين أو تكون رد فعل معاكس. مع ذلك دكتور عبد الرزاق، بالإضافة إلى ما قلته، هنالك أصوات في فرنسا تدين بعض الأئمة على أساس أنهم هم من فرخوا هؤلاء، هم من ربوا وكونوا هؤلاء، بل قصدوا أحد المساجد القريبة من باريس وقالوا هنا كان يصلي الذين نفذوا هذا الهجوم، وكان الإمام يجادلهم ويقول لست أدخل نيات هؤلاء أو أعلم ما في قلوبهم، هم فعلا كانوا يصلون هنا لكن لست أضمن ما الذي كانوا يخططون له. لكن بالمقابل أيضا يمكن أن نقول بأن هؤلاء كانوا يعيشون في فرنسا، هل فرنسا المسؤولة عنهم؟ هؤلاء كانوا يعيشون مثلا في الجامعة الفلانية، هل الجامعة مسؤولة عنهم؟ كانوا مثلا تعلموا في الثانوية الفلانية أو في النادي الفلاني، هل هذا النادي أو الثانوية؟ هذا يعني مغالطات لا مجال للإجابة عنها، لأنها لا تسمو إلى مستوى الإقناع العقلي المنطقي المحايد. طيب، ما العمل خاصة السفارة الجزائرية؟ البعض يقول لابد أن تتحرك، وإن لم تتحرك في مثل هذه الظروف متى تتحرك؟ لابد عليها أن تقوم بالمزيد من التوجيه، من التحسيس، من التوعية لأبناء الجالية حتى لا ينجروا إلى ما يريده اليمين المتطرف في فرنسا. أولا، على البعثات الدبلوماسية عموما وخاصة البعثات التي لديها جالية قوية كالجالية الجزائرية مثلا أو المغاربية أو التونسية أو ما إلى ذلك، هؤلاء لديه مسعى مزدوج. المسعى الأول يتمثل في التكفل بقضايا الجالية والتحكم في أعصابها وتهدئة الأوضاع، والجانب الثاني التوجه أيضا إلى السلطات المعنية وإلى الهيئات والأحزاب والمنظمات الإنسانية أن توعى وتحسس بوجوب إعلام خطاب تهدئة وخطاب تسامحي وخطاب يعني الانفعالي حتى نفوت الفرصة على هؤلاء المتشددين من الجانب المعاكس. بارك الله فيك دكتور، أنا أشكر جزيل الشكر دكتور عبد الرزاق قسوم، رئيس جمعية علماء المسلمين الجزائريين، كنت معنا من الجزائر عبر الهاتف. مشاهدينا، زميلي نبيل تحسس أمر الجالية المسلمة، الجالية المغاربية العربية المقيمة في فرنسا بصفة عامة وليس باريس، وكتب تقريرا في هذا المجال. الحرب التي أعلنتها فرنسا منذ أسابيع على الأراضي السورية باسم محاربة تنظيم الدولة والقضاء على الإرهاب عامة، لقيت رد فعل عنيف حسب الجهة التي تبنت هجمات باريس. هجمات وصفت بالإجرامية أدت إلى مقتل 129 مدنيا وأزيد من 300 جريح. تفجيرات باريس أجمعت دول العالم بأنظمتها ومجتمعاتها المدنية على التنديد بها والتعاطف مع أهل ضحاياها. الجالية المسلمة المقيمة في فرنسا أدت باعتباره إرهابيا مشينا وليست له علاقة لا بالدين ولا بالأخلاق، تبرأت منه كجاليات مغاربية وعربية ومسلمة على لسان ممثليها الذين عبروا عن تعاطفهم مع الضحايا وعائلاتهم. تعاطف وصفه أئمة فرنسا بالرسالة السمحاء الموجهة للشعب الفرنسي بأن من قام بهذا العمل هو الذي يتحمل مسؤوليته، ويجب أن لا يتم تحميل الجريمة للعرب والمسلمين الموجودين في فرنسا. هؤلاء الذين أصبحوا متخوفين من ردود الفعل، يرى اجتماعيون أن هذا الفعل الشنيع قد يخلق رد فعل فيه الكثير من التعقيدات، وخاصة وسط الفرنسيين من أصول عربية، مثل ما حدث في أمريكا بعد أحداث سبتمبر، بدءا بقضية التمييز وتغييب الحقوق المدنية بسبب شكوك تجاه العرب والمسلمين أنتج ما يسمى الإسلاموفوبيا أو الخوف الوهمي من الإسلام، كما حدث بعد حادثة تشارلي إبدو. ولعل أحد أسباب اهتمام الجزائريين أكثر من غيرهم بتفجيرات باريس ارتفاع عدد المهاجرين الجزائريين والخوف على مصيرهم المجهول، فيما قرأت الطبقة السياسية تلك الكلمات عن الحرب على فرنسا بتدبير من الخارج وتواطؤ من الداخل في التصريحات التي أدلى بها رئيس الجمهورية فرانسوا هولاند ورئيس وزرائه مانويل فالس، بالأمر الذي يتخوف منه المسلمون
المقيمون في فرنسا، خاصة أن الحكومة الفرنسية ما زالت تواجه ضغطا كبيرا من اليمين المتطرف وحزب ساركوزي، اللذين طالبا في الكثير من المرات بمراجعة سياسة الهجرة تحت شعار فرنسا للفرنسيين، وقد يؤدي هذا إلى التضييق على الجالية المسلمة بصفة عامة والجزائرية بصفة خاصة، يرى محللون. La France doit enfin déterminer quels sont ses alliés et quels. التقرير الزميل نبيل علي لكحل مشكورا. الان مشاهدينا الكرام مرحب بانضمام الاستاذ رضا بودراء الحسيني كاتب صحفي من اسطنبول المدينه التركيه. استاذ رضا، كيف تابع الاتراك هذه الحوادث التي هزت باريس؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم اكيد السلام. ان هذه الهجمات كانت مدويه، كانت مؤثره، استثارت الكثير من الحبر في وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية، لكن هناك أيضا تحاليل واتجاهات تريد أن تحلل الحدث بعمق، فبعكس ما يتم الآن وكما سمعت التقرير وما قبله مما أدركت من المداخلة، فالإغراق في الفوبيا أو التيروفوبيا والإسلاموفوبيا هنا تقريبا النخبة المحللة تجاوزته إلى تحليل الأمر من الناحية الاستراتيجية، لماذا الآن، ما هي تداعياتها، ما الذي سوف يغير في الحسابات الدولية إثر هذه العمليات. لا شك أن هذه العمليات كما أوردت وسائل الإعلام هنا أنها أصابت فرنسا في موضع حيائها، وهي محرجة جدا أمام هذا الإخفاق الأمني الخطير الذي لم تشهد فرنسا مثله منذ تفجيرات حكومة فيشي في عهد الاستعمار الفرنسي، وهذا ما يفسر ردتها المغالية في الإجراءات والقرارات المتخذة من طرف رئيسها فرانسوا هولاند، إعلان حالة الطوارئ، تعطيل الحياة العامة، غلق الحدود وتعطيل يعني مؤقتا حدود شنغن. هذا عكس الارتباك الواضح للرئاسة وأجهزة الدولة. تلك التعبيرات أيضا لا معقولة سياسيا وعسكريا التي صدرت من رئيس الجمهورية وبعض المسؤولين الفرنسيين أسالت كثير من الحبر هنا. فرنسا في حرب، إعلان حرب، مجموعات سميت، تنظيم الدولة سمي بالدولة، الفصائل المسلحة وصلت يعني وصفت بالجيش، حتى أنها استثارت حفيظة رئيس الوزراء الأسبق دومينيك دوفيلبان عندما قال إعلان الحرب يكون بين دولتين، في إشارة أنه بذلك يعترف ضمنيا بتنظيم الدولة على أنه دولة وفصائلها أنها جيش، وهذا ما استنكره المفكر والسياسي دوفيلبان. على كل أن تداعيات هذه التفجيرات أثارت ملفات كانت جامدة في فرنسا، وما أشرتم إليه من هاجس أسلمت فرنسا. فرنسا طبعا تعيش الآن خوفا وتخوفا كبيرا من الإسلاموفوبيا، هذا مشهور عندهم في إعلامهم، مثلا المحسوب أو الزعيم اليمين المتطرف لوبان كان يستعرض قبل أيام أو قبل أسابيع خريطة فرنسا وهو منسحب عليها، والعلم الجزائري يغزوها العلم الجزائري. هناك دراسات عندهم تقول أن في 2025 سيصبح الفرنجة والكتلة المسيحية أقلية وتصبح الكتلة المسلمة أكثرية. هناك أيضا ملفات جامدة على المستوى الدبلوماسي الدولي، كانت القضية الليبية تراوح مكانها. طيب بعيدا عن الثورة الليبية أستاذ رضا، يا أستاذ رضا بعيدا عن الثورة الليبية، أعتقد أن هذا الملف له حساسية جدا حول الثورة السورية تحديدا، خاصة وأن الذين قاموا بهذا الهجوم كانوا يقولون هذا انتصار لضحايا الثورة السورية، لضحايا نظام بشار الأسد وما إلى ذلك. كيف هو التأثير، تأثير هذه الهجومات التي وصفت بالهجومات الدامية في باريس على الثورة السورية، خاصة وأن قيادات ومجموعات مقيمة في تركيا؟ على كل هذه الهجمات هي مؤثرة سواء على الثورة السورية والثورة والقضية الليبية على حد سواء، سوف نبينه في خطوط عريضة سريعة. فرنسا كانت من أشد الممانعين لوجود الأسد في المرحلة الانتقالية أو كمرشح رئاسي محتمل ل 2016. فرنسا كانت تحبذ باعتبارها قوة استعمارية قد
القديمة أنها تحل يعني تبقى في إطار نفوذها التاريخي، لكن هذه العمليات قد بررت يعني تعطيها المبرر الكافي أنها ترمي بثقلها أكثر في القضية السورية، وهذا ما لاحظناه وانعكس في قمة العشرين والتصريحات القوية وتحرك الآلة العسكرية لفرنسا في قصف تنظيم الدولة في سوريا، وهذه البداية فقط. وزير الخارجية يقول أن فرنسا سوف تتحرك على كل محاور تواجدها العسكري، فأنت تلاحظ أخي الكريم أن التأثير لن يكون في سوريا فقط، يعني هذه إشارة واضحة أن حتى الأثر سيكون على جنوب الجزائر باتجاه مالي وفي القضية الليبية أيضا. كان معي أحد الدعاة والمثقفين والذي له صلة بالعمل المسلح في سوريا أستاذ عامر خطاب، وقال أنه فصائل ومجموعات مسلحة أدانت هذا الفعل ووصفته بالعمل الدنيء والوحشي وتبرأت منه، وقالت أن هذا التنظيم الذي يسمي نفسه بالتنظيم الدولة لا يمثل الثورة السورية، بل هو طرف أساسي في طول أمد الثورة السورية. لا شك أن ما قاله هذا الذي وقع، وتنظيم الدولة لا شك أنه أخذ بالثورة السورية إلى منحى يخدم النظام ويخدم أجندة إيرانية واضحة ويعزز الاحتلال المضاعف لسوريا. لا شك أن تنظيم الدولة الآن أصبح الفزاعة المثلى والتبرير الحلم لتدخل أي قوى أجنبية تريد لعب دور في الشرق الأوسط ورسم خريطة جديدة، هذا ما لا يرقى إليه الشك. لكن أيضا هناك رؤية أخرى أصبح الكثير من المراقبين المحللين يطرحونها في الساحة الآن، وعلى أن هذه التفجيرات أيضا ليست بريئة في توقيتها، في أسلوبها، في الطريقة اللوجستية والطريقة التكتيكية الحربية التي تمت. يعني فعلا هناك تسريب مثلا المسؤولين العراقيين على أنه تم إبلاغ السلطات مسبقا على هذه العملية والتراخي الأمني في التعامل معها، مما يعني أدى انطباع أنه تكرار لسيناريو 11 سبتمبر 2000 في تكرار عمليات سبتمبر 2011 في أمريكا. فالمعالجة بالصدمة لتغيير توجهات القرارات الكبرى لأي دولة أيضا أشار إليها الكثير من المراقبين، والتحقيقات القادمة وما ستفرز عنه أيضا الصور القادمة والمعلومات القادمة سوف تكون فارقة، سوف يتجاوز المواطن الفرنسي والإعلام الفرنسي أثر الصدمة وسوف يطرح هذه التساؤلات، وطبعا سوف يعني تكون هناك معلومات ربما تفوق المفاجأة. دائما ونحن نتحدث عن التأثير، تأثير هذه الأحداث، هذه الهجومات على الثورة السورية، على الفصائل، على المجموعات المسلحة، هناك من يقول إن الأمر سيؤدي إلى تعقيد أكثر مما هي الأزمة معقدة الآن في سوريا، خاصة أن الغرب الآن مجمع من الشرق إلى الغرب على محاربة تنظيم داعش أو تنظيم الدولة، بمعنى أن الأمور ستنساب أكثر مما كانت عليه من الأول لما كانت الأمور مصوبة نحو بشار الأسد، الآن ستوجه نحو تنظيم الدولة، وبالتالي فإن بشار الأسد سيجد هذا فرصة لتمديد قوته وبقائه في الحكم. لا شك أن هذه العمليات خدمت بشار الأسد أكثر من غيره، نعم، والمشروع الإيراني أكثر من غيره، لكن على أنها تكون مؤثرة جدا جدا في الساحة السورية خاصة على الأرض فهذا ليس دقيقا. على الأرض الثوار يسيطرون سيطرة لا بأس بها، تنظيم الدولة طبعا يسيطر على مناطق شاسعة في سوريا، لكنه لا يستطيع أمام الضربات الجوية المكثفة الاحتفاظ بالأرض، فمعنى ذلك أن هذه التفجيرات سوف تؤدي إلى المزيد من التقارب بين وجهات النظر المختلفة للاعبين الكبار والمؤثرين الإقليميين في قضية سورية، إلى التنازل عن بعض ما يختلفون فيه مما يعتبر تحت دائرة المصالح وليس تحت دائرة المبادئ. طيب خليك مع أستاذ رضا، سأعود إليك بعد دقائق. الآن مشاهدينا الكرام مرحب بضمان أستاذ سعيد محجوبي الإمام والداعية من الجزائر. أستاذ سعيد، كيف ترى هذا العمل؟ الكثيرون لم يفرطوا في وصفه إلا بالجبن والعمل الدنيء والدموي وما إلى ذلك. أستاذ سعيد،
صلى اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وشكرا لكم عثمان. ما من شك بأنه عمل جبان وعمل دموي وعمل يستحق كل بكل بساطة، لأن المولى عز وجل يقول من أجل ذلك اتخذنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. والنبي عليه الصلاة والسلام عرف عليه جنازة يهودي فوقف، فقيل له ما جنازة يهودي؟ فقال أليست نفسا؟ وفي رواية أنه قال نفس انفلتت مني إلى النار، كأنه كان يقول إنني مطالب بأن أبلغ الرسالة وأن أبلغ الدين لجميع الناس. ولذلك فإن يعني ما وقع في فرنسا فعلا يعتبر عمل بربري وعمل لا دين لا علاقة له من الدين لا من قريب أو من بعيد. فعندما نقرأ الفكر المتقرب نجد بأن هذا الأمر ليس غريبا، إنه فإن بعض المتقربين التقوا بأحد الصحابة رضي الله عنه أو أحد التابعين وسألوه عن رأيه في علي، فقال هو الخليفة الرابع. ثم بعد ذلك يعني قالوا له سألوه أسئلة فبدا منها أنه يستحق القتل. تقول الرواية بأنهم قتلوه وكانت معه زوجته حامل فذكروا بطنها بحجة أنها ينبغي ألا تلد كافرا. ولذلك إن هذه الأعمال هي نتيجة التقرب ونتيجة عدم معرفة دين الله عز وجل، ومن هنا يمكن أن نقول بأن علاج هذه القضايا يتمثل في أن نعرف الناس بالإسلام، خاصة جاليتنا في باريس أو جاليتنا في فرنسا ربما طائعون باعتبار أنهم لا يجدون من يهتم بهم. الحكومة الجزائرية مشكورة عندها بعثة من الأئمة لتوجيه الناس، لكن هذه البعثة في كثير من الأحيان بعثة يغلب عليها الروتين، يختار أي إمام إلى درجة أنه في بعض الأحيان يختار إمام يعني ربما كان مديرا عاما في الوزارة أو كان مديرا للشؤون الدينية ولحفظ الحقوق، ثم بعد ذلك يبعثونه لفرنسا من أجل أن يعلم الناس، في حين أنه كان من المفروض أن يختار فإما يؤمنون بوسطية. يا شيخ سعيد، ماذا شيخ سعيد؟ خاصة يحسنون اللغة الفرنسية، فإننا إذا ذهبنا إلى الجالية الجزائرية في فرنسا الجيل الثاني أو الثالث أو الرابع أو ما أدري، ثم بعد ذلك نخاطبهم بلغة السجنوء أو نخاطبهم بلغة امرئ القلب، شيخ سعيد إنهم أكيد لا يتفاعلون مع الخطاب الذي نقدمه لهم. ولذلك ما وقع في باريس فعلا عمل جريمة سببه التطرق، لأن الناس لا يعرفون الإسلام. فلو أن عندنا أئمة يبلغون دين الله عز وجل كما هو على الأقل نقلل مما غلب. طيب شيخ سعيد، ماذا عن الذي يقول إن المسلم ليس في حاجة للدفاع دوما عندما تحدث مثل هذه الهجمات ومثل هذه الأحداث؟ لماذا المسلم دوما خاصة في أوروبا يجد نفسه في دور المدافع عن قيمه، عن مثله العليا، عن الحديث عن الإسلام، عن سماحة الإسلام، وهو يعرف بأن الغرب لا يشك فيه، بل هو هذه الأسهم أو هذه السهام توجه مباشرة للمتطرفين للمتشددين، فلماذا المسلم دوما يجد نفسه يرد، يجد نفسه في حال الدفاع؟ هو المسلم مطالب بأن يقول ما يقوله الإسلام، وعندما يظلم الإسلام سواء كان مسلما أو كافرا لابد أن نقول بأنه ظلم. المجتمع الفرنسي ظلم بما وقع من مجازر، وظلم الإسلام أيضا لأن الفرنسيين سوف يقولون بأن الإسلام الذي تتحدثون عنه هو الذي أنتج هذه القضايا. ولذلك لا بد على الدعاة وعلى الأئمة وعلى المفسرين أن لا ييأسوا في تقديم الإسلام الصحيح، لا
لابد ان نعرف الناس بان الدعوه الى الله حب، ولا بد ان نعرف بانه من بين الذين تعطى لهم الزكاه المؤلفه قلوبهم، ولا بد ان نعرف بان الدعوه للإسلام شرائع تفسرها المولى عز وجل بقول ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. لا بد ان يعرف الناس دين الله عز وجل وان يعرفوه كما انزله المولى عز وجل. لكن مع ذلك لا بد ان نلاحظ بان الذي وقع في فرنسا او الذي يقع في بعض البلدان الاوروبيه ليس منشأه التطرف، ليس منشأه فقط ان الناس لا يعرفون الاسلام، وانما منشأه ايضا الاهمال الذي طلق على الجاهليه في الجاهليه والتهميش، وسببه ربما عدم التعليم، وسببه الاقصاء الذي يشعر به الجزائريون في هذا الوطن، وهم يرون بانهم رغم انهم اندمجوا في هذا المجتمع، ورغم انهم يتكلمون لغته، لكنهم دائما وابدا مخاطبون من اليمين المتطرف خطابا يشبه بخطاب قسيس في محاكم التفتيش. ولذلك فان فرنسا التي هي دوله حريه و طيب شيخ سعيد، يجب أن يعيش الناس تحت سمائها سواسية، لكن ما ينبغي أن يعيش بعض الناس ربما في أمن وأمان، ويعيش آخرون في نوع من التهميش والإدمار كما يقع لبعض الجالية الإسلامية في فرنسا. ولذلك يمكن أن نقول بأن من أسباب التطرف هو المعاملة التي تتعامل بها النظام الفرنسي طيب. أو الغرب بصفة عامة، هذا التعامل الذي فيه إقصاء، الذي فيه ربما انتقاص من مبادئ المسلمين، رغم أن فرنسا كما أسلفنا بلد الحرية والعدالة والمساواة، إلا أننا إذا رأى امرأة متحجبة تبدأ، إذا رأى امرأة متحجبة تبدوها، إذا رأوا امرأة متنقبة تبوها، إذا رأوا رجلا عنده لحية عاملوه معاملة سيئة. ولذلك لا بد أن يعيد النظام الفرنسي النظر في سياسته في التعامل. هذا عن نظام فرنسا شيخ سعيد، شيخ سعيد، من حيث الاعتلاء فيها ومن حيث عدم تهميشها. شيخ سعيد، هذا عن النظام الفرنسي، عن الحكومة الفرنسية، ماذا عن أبناء الجالية المسلمة وهم الآن في مرمى الهجوم، هجوم اليمين المتطرف هذه الأيام الأخيرة، المداهمة المساجد، بيوت بعض من يقولون بأنهم مشتبه فيهم، بعض المضايقات في الطرقات، في الساحات، في الميادين، في باريس وغيرها من المدن الأخرى، ما هي نصيحتك أو رسالتك للجالية المسلمة حتى تشد من أزرها؟ لا ينبغي أن يكون رد فعل عنيفا، ولذلك يعني في مثل هذه الحالات يحاول الإنسان أن يتحلى بالرسالة وأن يتحلى بالعقل وأن يتمسك خاصة بمبادئه. لا ينبغي أن يجعلنا الخطاب المتطرف متطرفين. ولذلك إذا تطرف اليمين الفرنسي فإننا كجالية مسلمة باعتبارنا نحمل رساله ونحمل هدفا ونريد ان نعرف الناس بدين الله عز وجل، نعتبر ما يقع لنا هذه الايام في باريس او في فرنسا نوع من البلاء، والبلاء يتحمله الانسان ويحاول ان يعني يتفاداه بقدر استطاعته، لكن ذلك كله لا يمنعنا من ان نقدم الاسلام المعتدل، الاسلام الوسطي، ان نقدم الاسلام باعتبار انه نور، باعتبار انه حضاره، وليس كما يريد الغربيون او المتطرفون ان يصوروه بانه نوع من العذاب الذي يعم البشريه والعياذ بالله من الشيطان. وهو كذلك الشيخ سعيد محجوبي، انا اشكر جزيل الشكر الشيخ سعيد محجوبي الامام الداعيه، كنت معنا من الجزائر عبر الهاتف. اعود لك استاذ رضا، كتبت الصحافه التركيه اليوم أن الحكومة التركية سبق أن حذرت الحكومة الفرنسية من هذه الأسماء أو من بعض الأسماء التي شاركت في هذه الهجومات الأخيرة، لكنها لم تتلقى ردا من الحكومة الفرنسية.
طبعا هذا الذي قلناه من قبل، أن مثل هذا التراخي الأمني هو الذي أثار الكثير من التساؤلات في وسائل الإعلام هنا وفي غيرها من البلدان. يعني ما الذي يفسر هذا التراخي الأمني؟ أنا قلت أنه بعد أن يستوعب الشعب الفرنسي الصدمة سوف ينتقل من التعاطف إلى التساؤل، سوف يثير هذه التساؤلات وسوف يعني يبحث عن من يتحمل هذه النتائج. هذا من جهة واحدة. من جهة أخرى، لماذا أيضا التعامل مع الأزمة بهذه القرارات الغير المتوافقة مع الأزمة؟ مثلا هذه يعني اعتداءات واضحة كان لابد أن يعطى للقضاء أن يأخذ مجراه. طبعا مفهوم جدا أنك تتخذ إجراءات تطمن بها الشعب وترسي بها الأمن، لكن أيضا أن تكون مدخلا لاستثمارها دبلوماسيا أو أيضا تغذية الاحتقان الداخلي نحو تغذية الكراهية تجاه الغير، هذه الأسئلة التي سوف تثار. أنا الذي يمكن أن أقوله بالنسبة للجالية المسلمة الموجودة في فرنسا، المفروض عليها أن تنتقل الآن من حالة التقوقع إلى حالة التموضع. لماذا هذه الإسلاموفوبيا الزائدة؟ لماذا لم يتغلغلوا في مراكز صنع القرار؟ لماذا لم يتكتلوا تكتلا يعطيهم وزنا سياسيا وأدبيا اجتماعيا اقتصاديا، بحيث لا تستطيع أي جهة أنها تعتدي عليها كما يحدث بالنسبة للأقلية أو الجالية اليهودية في أمريكا أو في فرنسا نفسها؟ يعني أنا أتساءل أيضا لماذا كل هذا التراجع أمام هذه الهجمات، وهي من مسؤولية فرنسا وليس من مسؤوليتي يعني الجالية. يعني هذه تساؤلات لابد أن تطرح على الجالية. أنا أقول أيضا أين دور النظام الجزائري؟ الدولة الجزائرية جاليتها كبيرة جدا هناك. يعني هل فتح خلية أزمة مشتركة مع فرنسا هل هذا يكفي بحماية مصالح الجزائر وأيضا الأفراد الجزائريين الموجودين في فرنسا؟ أنا أرجو أن ينتقل الأمر من الإغراق في التعاطف إلى التعامل وفق المصلحة ووفق المهنية المطلوبة، والتي يعني تعامل بها فرنسا أيضا بنفس الطريقة، فهي أيضا لم تتعاطف لم تستغرق في نظرية التعاطف معنا في الأزمة التي مرينا فيها وقتل منا بالحصية الرسمية 200,000 قتيل. أنا لست ضد التعاطف، هذا أمر بديهي، نحن نتعاطف مع أي ضحية في الأرض سواء كانت في العراق أو في سوريا أو في الروهينجا أو حتى في فرنسا، فالناس بشر على مستوى واحد. لكن الإغراق بعد التعاطف الرسمي، أنا أقول انتهى وقت التعاطف الرسمي ببلاش، لابد من تحقيق المكاسب والمصالح والتعاطف المتبادل. يتعاطفون مع جرحانا وقتلانا، يعترفون بجرائهم في الجزائر، نتعاطف نحن معهم أيضا على الجانب الرسمي. أما على الجانب الشعبي فنتعاطف كأي إنسان موجود فوق الأرض. جزيل الشكر لك أستاذ رضا أبو ذراع الحسيني الكاتب الصحفي، كنت معنا من اسطنبول. شكر موصول مشاهدينا لضيوفنا الكرام الآخرين، الأستاذ عامر خطاب الداعية والباحث الثقافة الإسلامية كان معي من سوريا، وسعيد محجوبي الإمام والداعية، والدكتور عبد الرزاق قسوم، دون أن أنسى الكاتبة الصحفية فاطمة محمدي كانت معنا من باريس. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود، أرجو أن تبقوا معنا.